نائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان المصري. سيادة النائب أهلا وسهلا بك معنا في الحياة الآن. أهلا بحضرتك. كيف تابعت سير حركة المترو اليوم؟ طبعا كل مصر تابعته وكل المسؤولين تابعوه، وعايزين نعرف صدى الكلام ده على الشعب المصري ايه وعلى الناس ايه اللي بتستخدم المترو كل يوم. اللي احنا عايزين نقوله ان القرار قرار حكومي اصدره السيد وزير النقل فجأة، وده النقطة اللي انا بأكد عليها، كان يجب التمهيد ليه او اعلانه. التوقيت اعتقد توقيت مش سليم وخاطئ، وكان يجب ان احنا نقول الشهر الجاي قبل رمضان بعد رمضان. لا نتحدث في الزيادة ولا في حاجة، ولكن لماذا فجأة؟ لماذا نطلع البكرة الصبح في الزيادة؟ أما كان من المناسب. طيب وأنت رئيس لجنة النقل في البرلمان المصري، يعني دوركم بالتأكيد الرقابة على أداء الحكومة والتشريع. في الدور الرقابي تواصلتم مع وزير النقل أو مع الحكومة المصرية؟ لا تواصلت مع المكتب بتاع سيادته المسؤول الإطار السياسي، وقلت له حتى بعت لي صورة القرار عشان أشوفه وأتابعه وأعرف تفصيلاته، لأن إحنا كلنا علمنا من الـ من الـ من الصحافة ومن الإعلام. ما بعتليش للأسف الكلام ده، لكننا بنعيش في كوكب آخر. نعم. السيد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، جزيل الشكر يا فندم. شكرا جزيلا.